نشرة الخامسة من قناة ليبيا، حياكم الله. والبداية مع أبرز العناوين. وزير الصحة يقول إن الوضع الوبائي غير مستقر ويطالب بتجديد الإجراءات لمكافحة الوباء. المركز الوطني يعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة. الحكومة الليبية تهنئ الشعب والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم. قال وزير الصحة سعد عقوب إن المنطقة الممتدة من مساعد إلى سرت وحتى الكفرة سجلت منذ بداية الجائحة 189 إصابة بفيروس كورونا من أصل 14359 عينة. وأوضح عقوب في إجاز صحفي نشر أمس عبر صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن الوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا غير مستقر على الإطلاق، داعيا إلى التعايش مع الواقع وعدم الاستسلام للهلع والذعر، ومشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه الجائحة. الوضع الوبائي في المنطقة الممتدة من مساعد إلى سرت إلى الكفرة، إجمالي عدد العينات اللي أخذت 14359، المسجل منها موجب 189، الحالات النشطة 73، حالات الشفاء 117. مرض كورونا بدأ العالم يتعايش معه، ما علينا نحن الليبيين أن نتبع ما يوجد أو ما يوصف لنا من منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للأمراض باستعمال الكمامات خصوصا خلال هذه الفترة على كل مدن ليبيا، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، النظافة الشخصية واستعمال المطهرات، التقليل من المصافحة، الاكتفاء بالتهاني خلال عيد الأضحى المبارك بالهاتف، عدم التجمع، لأن يا أخوان نرى كل هذه الأمور تحتاج إلى الوعي وتحتاج إلى رفع مستوى الثقافة. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس من أصل 1253 عينة، إلى جانب أربع حالات وفاة و17 حالة شفاء. وأوضح المركز في بيانه رقم 144 أن أعلى نسبة إصابات تم تسجيلها في مدينة طرابلس ب80 حالة، أما الوفيات فقد سجلت في مدن مصراتة وسبها وطرابلس، وحالات الشفاء في زليتن وطرابلس والجفرة. وبذلك يكون إجمالي الإصابات قد وصل إلى 3222، منها 2550 حالة نشطة، إضافة إلى 596 حالة شفاء و 76 حالة وفاة. قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بطبرق فرج الجالي إن هناك تخوفا كبيرا من انتشار وباء كورونا في المدينة بشكل سريع بعد أن وصل عدد المصابين إلى 8 حالات خلال أيام. وأضاف الجالي في تصريح أمس أنهم في انتظار نتائج تحاليل 5 حالات اشتباه، متوقعا أن تكون من بينها حالات إصابة، كما أرجع سرعة الانتشار بالمدينة إلى عدم التزام المواطنين بالتعليمات والتحذيرات اليومية في وسائل الإعلام وعلى صفحة اللجنة. أعلن مركز بنغازي الطبي شفاء 3 حالات من فيروس كورونا ببرج الأمل، موضحا أن الحالة الأولى تعود لسيدة من مدينة بنغازي تبلغ من العمر 45 عاما، والثانية لسيدة من مدينة بن جواد تبلغ من العمر 86 عاما، أما الحالة الثالثة فهي لفتاة من مدينة بنغازي تبلغ من العمر 19 عاما. وقال المركز في منشور له أمس إن العدد الإجمالي للمصابين ببرج الأمل حاليا 19 حالة، مقسمة بين 16 حالة بقسم العزل و3 حالات بالعناية الفائقة. أما حالات الاشتباه بقسم الحجر الصحي داخل برج الأمل فهي 12 حالة.
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات سلبية نتائج ثلاث عينات مشتبه بها بمناطق الواحات، مؤكدة خلوها تماما من أي أعراض لوباء كورونا. اللجنة وفي منشور لها أوضحت أنه تم فحص العينات والتأكد من نتائجها من المختبر المختص بالكشف عن الحالات المشتبه بها في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن من بين الحالات حالتين مخالطتين للحالة الموجبة التي تم الإعلان عنها في مدينة الكفرة. أصدر عميد بلدية مصراتة قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بالبلدية. وجاء في القرار رقم 30 لسنة 2020 أن اللجنة الجديدة تكون برئاسة محمد أحمد الفقيه وعضوية ثمانية آخرين، وأن تكون أعمال اللجنة العليا السابقة واللجان الفرعية المنبثقة عنها نقطة أساسية لاستكمال عمل خطة الاستجابة لمجابهة كورونا. كما يحق للجنة الجديدة إعادة النظر في اللجان الفرعية وفرق العمل، كما نص القرار على ضرورة تنسيق اللجنة مع الهيئات والأجهزة والوزارات ذات العلاقة لعودة العالقين وتوفير الحجر المناسب لهم. أعلن المجلس الرئاسي عن فرض حظر تجوال كامل على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام. وأوضح بيان رئاسي أن الحظر يبدأ السريان عند 4 من مساء الجمعة ولخمسة أيام تليها، مستثمرين الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات، على أن يسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة. أطلقت منظمة قدرة للتدريب والتطوير بسبها مبادرة لتوزيع 10,000 كمامة مجانا على مواطني المدينة. وتستهدف الحملة خلال المرحلة الأولى تجار ومربي المواشي بسوق الأضاحي في المدينة، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالتدابير الوقائية والمساعدة على الحد من انتشار الوباء في سبها. نتابع. من داخل سوق الأضاحي بسبها شرع متطوعون من الكشافة في توزيع الكمامات مجانا على المربين والرعاة. في مبادرة أطلقتها منظمة قدرة للتدريب والتطوير تهدف لتوزيع 10,000 كمامة بهدف المساهمة في منع انتشار الوباء وتعزيز ثقافة الوقاية. محتاجين اليوم خصوصا في الوضع اللي نحن عايشين فيه توه، جائحة كورونا، تعامل مع الزباين، الازدحام والغبار، يعني نستحقونها يوميا كمامات. الكمامات وصلت للزوز دينار 3 دينار. هنا في مقر منظمة قدرة يعكف متدربون على الخياطة والتصميم والتجهيز في المشروع الذي تدعمه المبادرة الليبية الانتقالية ضمن مشاريعها الساعية لتعزيز ثقافة الوقاية ومساعدة المؤسسات المحلية في هذا الإطار الذي يقوم على أفكار الشباب. تتواصل أعمال التوزيع والتصميم والتجهيز، ويأمل القائمون على هذه المبادرة أن تنجح في تعزيز اهتمام سكان المدينة باتباع الإجراءات الوقائية، وأن تساعد في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الكمامات الذي تشهده المدينة منذ ظهور الوباء فيها. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها. قام مفتش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس رفقة جهاز الحرس البلدي بجولة تفتيشية على المصحات والمراكز الصحية بمنطقة الصارين في طرابلس. ومن خلال الجولة التي قام بها الفريق لوحظ وجود أدوات طبية غير صالحة داخل حجرة العمليات، وعدم وجود إذن مزاولة وشهادة صحية للموظفين، إلى جانب عدم وجود ترخيص طبي وترخيص تجاري وسوء تخزين للمواد الغذائية وسوء النظافة العامة بالمصحة، فيما كانت حجرة التعقيم بالمصحة والمختبر والصيدلية والحجرات الإيوائية بحالة جيدة. هذا وقال الفريق إنه أعطى إنذارا لصاحب المصحة بالقفل في الأيام المقبلة.
أعلنت بلدية طرابلس المركز عن مجموعة من التعليمات توجهتها للجزارين قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك لتفادي انتشار أوسع لفيروس كورونا في البلاد. البلدية وفي منشور لها أكدت أن عملية ذبح الأضاحي يجب أن تكون أمام محلاتهم ومنعها في الأسواق العامة وفق القانون الصحي نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جهاز الحرس البلدي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية. أعلنت وزارة التعليم المفوضة أمس تأجيل العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية التي كانت مقررة في 8 أغسطس القادم، وذلك نظرا لتصاعد المستوى الوبائي. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء تنفيذا لطلب اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا وحرصا على سلامة المعلمين والطلبة وحفاظا على سلامة الجميع. وأكدت الوزارة تعذر استئناف الدراسة والامتحانات في الموعد المحدد على أن يتم الاستمرار في عملية التعلم عن بعد. هنأت الحكومة الليبية الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وذكرت الحكومة في بيان لها اليوم بهذه الشعيرة العظيمة التي يذكرنا المولى عز وجل فيها بأهمية التضحية والإيثار والطاعة. كما أهابت بكافة أبناء ليبيا إلى أن يكونوا على كلمة سواء وأن ينبذوا العنف ويقفوا على قلب رجل واحد لأجل ليبيا واحدة موحدة ينعم أهلها بالخير والرفاهية بعيدا عن أي تدخل خارجي لا يريد الخير للبلاد ولا لأبنائها. أعلنت مديرية أمن بنغازي السماح بأداء صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات في المدينة. وقالت المديرية إن الصلاة ستقتصر على هذه الساحات المحددة بضوابط واشتراطات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لكتاب مدير أمن بنغازي والمحال إلى مدير مكتب أوقاف بنغازي. كما وأطلقت مديرية أمن شحات خطة أمنية بهدف تأمين البلدية ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات مدير أمن شحات العميد محمد فرج. الخطة الأمنية تشارك فيها مراكز الشرطة وقسم المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي وقوة التدخل السريع والغرفة الأمنية بالمديرية. خطة أمنية محكمة وضعتها مديرية أمن شحات لتأمين البلدية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. الخطة التي انطلقت بالتعاون مع مراكز الشرطة وقسم المرور وشرطة النجدة وعدد من المديريات تهدف إلى منع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة العيد. حاليا في متابعة للخطة الأمنية المعدة من السيد مدير أمن شحات عميد الدكتور محمد فرج لتأمين المدينة خلال اجازه عيد الاضحى، كذلك تامين الاسواق، تسهيل حركه السير، تقديم كافه خدمات الامنيه للمواطن، الحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه، دوريات المرور متواجده، التدخل السريع، النجده، المراكز والاقسام، الكل يعمل، الاشتراك جهاز الاسعاف والطوارئ في هذه الخطه. الخطه تشمل ايضا تغطيه اسواق الماشيه والمواقع المؤقته لبيع الاضاحي والمسالخ. وبشهادة بعض مربي المواشي فإن الوضع الأمني في الأسواق بالمدينة تحت السيطرة. الوضع الأمني وضع كويس، تسمع فيه ولا لا؟ والخير واجد الحمد لله، والثروة اللي عند الليبية ما عند حد بالكل، ثروة خير الحمد لله. والله وضع الأسعار في السوق معقول، من 6 لل 15 تعيد، والناس كما تقول فيه اقبال على العيد وقادر عليه، لان تحت السقف اللي صرفوا لهم المصارف، والعرب تعرف بعضها، وحتى اللي ما عندهش فلوس نعطوا عيد. وبالنسبه للامن، الامن ما شاء الله الامن مستتب وتحت السيطره ومسيطرين على
تشوف في وضع السوق واضح تمام، يعني نحن كتجار نتحاسب وناخذ في فلوسنا في السوق والوضع تمام. ووفقا للخطة فستقوم المديرية أيضا بعدة حملات تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية خلال أيام العيد لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها ومنع لاستخدامها من قبل خارجين عن القانون. أطلقت منظمة إرث الجبال للتراث والثقافة في بني وليد بالتعاون مع منظمة ليبيا للتنمية والتوعية الثقافية ومنظمة الجذور للسلم الاجتماعي حملة تحت شعار العيد فرحة لك ولأخيك لتوفير أضاحي العيد للأسر المحتاجة. وأوضح المتحدث باسم الحملة سراج الباروني في تصريح لقناتنا أن الحملة تهدف إلى جمع وتوزيع الأضاحي على الأسر ذات الدخل المحدود والعائلات النازحة بالمدينة. يمر عيد الأضحى هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وككل عام فإن أسعار الأضاحي تعرف ارتفاعا ملحوظا، إلا أن هذه السنة كان الارتفاع أكبر. لمحة عن أسواق المواشي في مدينتي أوجلة وغات نتابعها في هذا التقرير. بين مطرقة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها كورونا وسندان غلاء المواشي، يستقبل الليبي عيد الأضحى المبارك، معادلة صعبة وجد المواطن حاله فيها هذا العام، ما أدى إلى تسجيل عزوف نوعا ما عن أسواق المواشي، وهو الحال في بلدية أوجلة التي عرفت الأسواق فيها ارتفاعا في أسعار الأضاحي، والسبب حسب بعض التصريحات هو الغلاء. أولا عاد الدولة عدم الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية. اثنين، عدم وجود أعلاف العلفة هذه كسبة وغيرها، والجميع ما يسمى العلفة هذا. ثلاثة، يعني الراعي اللي يرعى الغنم أو اللي مربي يدفع مبالغ بهيضة جدا. يعني الإقبال والله ما زال شوي ضعيف شوي، لأن ما نغابي ظروف الناس، سيولة ما فيه، مرتبات طبعا ما زالا. وهو ما شهدناه أيضا في سوق بيع الأضاحي ببلدية غات، ركود كبير من قبل المواطنين ومربي المواشي، حيث تراوحت أسعار الأضاحي بين 800 و2000 دينار ليبي، فمربو المواشي يشتكون من ارتفاع أسعار النقل بين المدن وغلاء أسعار الأعلاف والوقود ببلدية غات، وفي المقابل يشتكي المواطنون من ارتفاع الأسعار مع قلة السيولة النقدية بالمنطقة. الأضاحي السنة هذه متوفرة، لكن بالنسبة للأسعار فعلا غالية جدا، 1800 و1400 و1500، حتى المواطن يعني بخصوص المرتب الحالي ما يقدرش يتناسب، حتى المصارف تلقاها أكثرية، يعني تلقاه عنده برنامج بالنسبة لبرنامج الكورونا تلقاه مقفل، يعني التسهيلات ما فيش، بس المواطن يقدر يحط صك من تعب. احنا مربيين غات هنا نعانوا في عدة حاجات، واحدة عدم البنزين، لان البنزينه تو والله ينشروا فيها ب 500 جنيه يا وليدي، الاعلاف ما فيش يبك نهائيا، ما فيش، ناخذ من برا القنطار على 190 جنيه، والتطعيمات ناخذ فيهم من سبها على 175 200 جنيه، اوقات يوصلوا لنا صالحات اوقات لا، لانهم يبقوا حفيظات. هي ظروف استثنائية استقبلت فيها ليبيا كباقي الأمة الإسلامية عيد الأضحى المبارك وسط أزمة لفيروس اجتاح العالم وغير حتى في العادات والتقاليد، كما تمكن من فرض شروطه على أعيادنا الدينية. فيروس ألقى بظلاله حتى على أسواق المواشي، فلا البائع استطاع أن يكسب في هذه المناسبة، ولا المواطن تمكن من إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما شهد سوق الأضاحي بمدينة البيضاء أسعارا مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع تزامنا مع قلة السيولة النقدية التي لا تفي بحاجيات العيد المصاحبة. وقال بعض التجار بالمدينة لقناتنا إن ارتفاع سعر الأعلاف وزيادة تكاليف رعي المواشي بشكل عام هي أحد أهم الأسباب لهذا الارتفاع الموازي للأضاحي، وأنهم لا يستطيعون البيع بأقل مما هو معروض رغم إحاطتهم بظروف الوضع الراهن التي يعيشها
المواطن. هذا وتجولت كاميرا قناة ليبيا مدينتي ألوجنا. نتابع هذا التقرير. نار نار عالم الله لا يدنا النار. حتى الشعر غالي 1300 و800 ما يريد يعيد بيني نقدر انا عليه واحد والعرب مقدين هالصكوك وياخذوا بيني ملحوا العرب اللي وراهم يا رجل عطوا الناس اللي عراهم غلا والله في اللي تو واخذ 500 من البنك يريد يجيب انا عيد ما يجيبش عيد في اللي واخذ 200 وفي اللي واخذ 240 ما جابش عيد والله نفس الاسعار كعمل وكسله سنتين نفس الاسعار بالضبط ما تغير شيء عام من اول اقل شيء في سيوله كويسه عام من اول كان لا سنه لا سيوله لا ولا رخص وحتى تمشي للسوق تغير 150 ل 1150 غيرات سبب ارتفاع الاسعار هو غلاء العلفه كويس وطبعا تو الناس يجيبوا لنا في علف يجيبوا فيها هنا هي واصله يبيعوا لنا ب 110 وطبعا الموال ما ياخذ الا على اجل الاجل طبعا ب 140 150 هذه اللي ناخذه فيها هذه اللي مسبب ارتفاع الاسعار الساعي كويس وما فيش دعم بالكل من هالحكومه ما فيش دعم بالكل الموال ما همش داعميننا بحاجه بالكل ايوه العلفه غاليه الدواء غالي جميع ما هناك كله غالي ايوه ما فيش اي حاجه اي مساعد للمواطن بالكل والله السوق هذه هي يعني كان مازالي بينضرب الموال يعني العملية حظوظ هي مرات في يوم الكبيرة ما عادش تلقى باش تعيد ومرات يقبل السعي هذا بالبلاش يعني تقبل أنت واخذة يعني مكلف السعي هذا مثلا 1300 1400 تقبل تبيع فيه ب 800 جنيه وما بخسارة وما ينبحش يقعد في سعي عمنا أول عمنا أول حال عندنا السعي. كما رصدت عدسة قناة ليبيا حركة أسواق المواشي في عدد من المدن الليبية واستطلعت المواطنين حول أسعارها وإمكانية شرائها. في هذا التقرير نأخذكم إلى منطقتي جالو وسوكنا اللتان شهدتا تباينا في الآراء حول الأسعار. نتابع. العزوف عن شراء أضحية بسبب غلاء الأسعار ونقص حاد في السيولة هو ما تلاحظه عند دخولك لأي سوق من أسواق المواشي في أغلب المدن الليبية. لكن في جالو اختلف الوضع قليلا، فالمواطنون يرون أن الأسعار في المتناول وأن التجار يقفون معهم ويسهلون لهم عملية الشراء. سوق الساعي الحمد لله الأسعار في متناول الجميع نقدر نقول والحمد لله في بجميع الخدمات يعني المصرف والموبي والإدفاعلي. اليوم نحن في سوق سعي أغنام جالو بعد التجول في هذا السوق تبين بأن الأسعار مناسبة وتبدأ من 700 دينار إلى فوق 1500 دينار وتعتبر أسعار مناسبة لكل المواطنين ولكل المرتبات. ففي جالو تتراوح أسعار الأضاحي بين 700 دينار إلى 1600 دينار ورغم هبوط أسعار الأعلاف إلا أن ذلك لم يؤثر على سعر الأضحية بل بقي على ما هو عليه بحسب مواطنين. الجدير بالذكر أن سوق المواشي في جالو يشهد دخول مواشي مستوردة من دولة السودان وإسبانيا بأسعار منخفضة عن سعر الأضاحي الوطنية. والله بالنسبة من ناحية السعي يعني نقول إن شاء الله متناول الجميع يعني فيه يعني حسب استطاعة الواحد يعني وإن شاء الله ما حتى التجار يعني ما مش مقصرين مع المواطنين بصك ولا نقدي ولا ما فيش مشكلة يعني أمورهم كلها تمام مسهلين الوضع يعني. في سوكنا تشابه الوضع كثيرا مع عدد من المدن الليبية فحالة الاستياء بسبب الظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء كانت واضحة على وجوه الكثيرين ممن رفضوا الحديث وفضلوا الشكوى لله ومناجاته عل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والحالة ما يغباكم والحالة السوق أو السوق شن الحالة الناس متملحة وفي ناحية الضي ومتمرمدة وشنو حتى اللي خاطر في بيذبح زوز عياد يذبح في وحده ولكن ماشي الامور شن بتمشي بتساعد المواطن وبالاسعار اللي تحاول كيف تقدر كيف تمشيها.
أسعار الأضاحي هنا تنوعت، والبيع يتم بالدفع نقدا أو عن طريق الصكوك المصرفية كما في أغلب الأسواق، لكن الشراء بالصكوك يختلف من تاجر إلى آخر، فهناك من يضع نسبة زيادة عن سعر الأضحية يرى أنها حقه الشرعي، والله وحده أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شمل الليبيين شرق البلاد وغربها وجنوبها، الأمن والأمان بإذنه تعالى، تأمن بالأمن والأمان بإذن الله تعالى. ونحن في سوق سوقنا للمواشي نرى المواطن يئن من ارتفاع الأسعار ومن عدم وجود سيولة. هذه الظروف التي تمر بالمنطقة، كذلك ظروف انقطاع التيار الكهربائي الذي اليوم نعيش اليوم الرابع دون أن نرى كهرباء في منطقة الجفرة نهائيا. أما عن أسعار الأضاحي وارتفاعها، فالتجار يقولون إن الارتفاع الحاد في أسعار مادة الشعير والقمح واللقاحات والأدوية الخاصة بالأغنام هو ما دفعهم إلى رفع سعرها، وبين حقيقة الأسباب من عدمها يبقى المواطن فقط هو المتضرر الأول والأخير، فالسنوات الماضية كانت قاسية عليه ولا يدري ما الذي تحمله له الأيام، لكنه كله ثقة بأن فرج الله لن يتأخر. أحمد بوغرسة، قناة ليبيا. هذا وخلال استعدادهم لعيد الأضحى واجه المواطنون في عدد من مناطق البلاد مشكلة أزمة السيولة مجددا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي. درنا وجالو كانتا من هذه المناطق التي عانت من نقص السيولة بالرغم من وصول سيولة نقدية إلى مصارف المدينتين خلال الأيام الماضية. عيد يقف منتظرا أمام الباب، في حين أن رب الأسرة منشغل أمام باب المصرف ينتظر نصيبه من السيولة النقدية. هذه حال أصبحت عادية في غالبية المدن الليبية إن لم تكن في جميعها، فكلما ارتفع سقف السحب داخل المصارف ارتفع سعر المؤن خارجها. حال أرقت المواطن الدرنوية كثيرا، لكنه لا يملك حولا غير أن يصطف في طوابير طويلة ولساعات منتظرا 500 دينار الحد الأعلى للسحب النقدي. بس صباح الساعة 9 توبح الساعة كام؟ راح الساعة كام؟ أربع ساعات. مش حرام قاعدين في السامس يا راجل ويخشوا ويزربوا. سقف السحب المنخفض أرجعه مسؤول المصرف إلى قلة القيمة النقدية المحولة لمصرف الجمهورية في درنة، مشيرين إلى أن تأخر المرتبات سبب ربكة في العمل. بسبب قلة القيمة المحولة إلينا من مصرف ليبيا المركزي. طبعا نحن استلمنا في البداية حوالي مبلغ 6 مليون دينار، وبعد يومين ضافوا لنا مبلغ 2 مليون دينار. قمنا بتوزيع على عدد الحسابات التي تورد لها مرتبات شهرية بصفة منتظمة، وكانت حصة كل حساب 500 دينار. أما في جالو فكانت القيمة المخصصة للمواطنين هي ذاتها ب 500 دينار للفرد، غير أن العمل في المنطقة كان سلسا وبدت الصورة خالية من أي ازدحامات. ما زلنا مستمرين في توزيع السيولة على العملاء في داخل المصرف وبانسيابية تامة، وبشرنا فيها من يوم الخميس الماضي، و500 دينار الحساب اللي ينزل في مرتب، و150 الحساب اللي تم عبارة عن إيداعات عادية من خلاله. وضع بات يتكرر عيدا بعد عيد وعاما بعد عام، وهنا لسان الحال يقول إلى متى سيبقى الحل بعيد المنال. نشأتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. المركز الإعلامي بمدينة البيضاء ينظم أمسية ثقافية تحت شعار هذه درنة. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. نظم المركز الإعلامي والثقافي بمدينة البيضاء أمسية ثقافية تحت شعار هذه درنا، استضافت فيها نخبة من مثقفي ومبدعي مدينة درنا، وشاركت في هذه الأمسية عدة مراكز منها المركز الثقافي مسا والمركز الثقافي عمر المختار. الأمسية جاءت لدعم ودفع الشباب للمساهمة في الندوات والأمسيات الثقافية وتقوية الروابط بين المراكز الثقافية. كنا قد شرعنا في الأمسيات الشعرية والمقالية والصحفية، والعمل على ورشة الندوات لكي تبرز ثقافة مدينة البيضاء من خلال شعراها وأدبها وكتابها. والحقيقة اغتنمنا فرصة أن نكرم شخصيات داعمة للكتاب والصحافة والإعلام داخل هذه البلدية. سعيد جدا بوجودي في المركز الثقافي البيضاء، سعيد بهذه الأجواء الجميلة التي فعلا نحتاج إليها من أجل دعم المشهد الثقافي والفكري، الذي أيضا من شأنه أن يدعم الكثير والكثير في محاولة لدفع شباب هذا الوطن أو الوطن بالكامل إلى الأمام، وتقوية الروابط الاجتماعية. أيضا قبلنا بترحاب معتاد جدا في مدينة البيضاء. قام وفد من مصلحة المطارات بوزارة المواصلات المفوضة أمس بزيارة إلى مطار بني وليد المدني، حيث كان في استقبال الوفد عميد البلدية ومدير المطار ومسؤول قطاع المواصلات في المدينة. وشملت الزيارة عددا من المرافق بالمطار، من بينها صالة المسافرين والمهبط وقسم الدفاع المدني ومبنى الأرصاد الجوي وبرج المراقبة. وتأتي الزيارة في إطار تقييم من مختلف الجوانب الفنية ومدى جاهزية المرافق كافة وإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات التشغيلية بغية انطلاق العمل بالمطار في الفترة القريبة القادمة. طبعا الزيارة هذه زي ما قلنا سابقا بنحدد فيها الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية بالمطار، وشكل فريق العمل لزيارة المطار من جميع الإدارات الفنية بمصلحة المطارات للوقوف على حالة مطار بن وليد. تم الوقوف على ما تم الإنجاز في هذا المرفق، وتم الاطلاع على العديد من الأقسام، من برج المراقبة إلى صالة الركاب إلى برج المراقبة الجوية والمهابط والساحات، والآن إن شاء الله حيتم استكمال المطلوب لتشغيل هذا المرفق. قال عضو لجنة إدارة الشؤون الفنية بشركة لبريغا لتسويق النفط عبد الرحمن عبد السلام إن الشركة وضعت خطة مسبقة لتوفير الوقود وغاز الطهي لدى جميع شركات التوزيع التابعة لها، مضيفا أن مخزون الوقود والغاز في الشركة جيد ولا توجد أزمة في التوزيع خاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. لهذه العطلة الرسمية إن شاء الله بتكليفات مباشرة لبعض الإدارات المعنية بتوفير المحروقات من غاز طهي ووقود وغيرها، وإن شاء الله المخزون الحمد لله حيكون كافي ومتوفر. أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة بدء دخول المياه تدريجيا لشبكة مياه مدينة طرابلس وعدد من المناطق صباح اليوم. وأكد الجهاز في منشور له اليوم استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق، مشيرا إلى أن التدفق سيعود إلى معدلاته السابقة خلال الساعات القادمة. هذا وكان الجهاز قد أعلن أمس عودة التيار الكهربائي للحقول والبدء بعمليات التشغيل لحقول الآبار ومحطات الضخ وفتح صمامات التدفق. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن إرجاع الأحمال في بعض المناطق بالقوة أدى إلى حدوث إظلام تام من جديد في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية. وقالت الشركة أنه تم الرجوع إلى نقطة الصفر والبدء في إعادة تشغيل وحدات الإنتاج وبناء الشبكة الكهربائية من جديد بعدما تم إعادتها ليلة أمس بجهود متواصلة لمهندسي وفني الشركة. وأضافت الشركة أن هذه الأعمال التي
التي وصفتها باللا مسؤولة تؤثر في كفاءة وحدات الإنتاج وقد تؤدي إلى الانهيار. والآن نتابع أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الصحة يقول إن الوضع الوبائي غير مستقر ويطالب بتجديد الإجراءات لمكافحة الوباء. المركز الوطني يعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة. والحكومة الليبية تهنئ الشعب والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. نشكركم على كرم المتابعة في أمان الله.